لابد من إعادة النظر في الاتفاقيات التي وقعتها الجزائر مع فرنسا منذ 50 سنة. كذلك يعود السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر كزافيي دريانكور للحديث عن العلاقات بين بلاده والجزائر. J'ai assisté à cette période donc du Hirak. ليست غريبة وقد سبقتها تصريحات عديدة قبل فترة، لكن هذه المرة تسبق الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس، تلك التي تأجلت ولا يعرف حتى الآن ما إذا كانت ستتم مع تشكيكات ساقتها صحف فرنسية قبل أيام. يتزامن ذلك أيضا مع توتر في أفق العلاقات بين باريس والجزائر بعدما أطلقت الجزائر خبر المؤامرة التي تدبر ضدها وضد تونس في تل أبيب بمشاركة فرنسية. تبدو غير صافية مياه العلاقات تمهيدا لتلك الزيارة، خصوصا أن زيارة أخرى على مقربة من تاريخها إلى العاصمة الروسية موسكو. هناك تغضب الجزائر باريس في التقارب مع روسيا في ملف أوكرانيا بالنظر إلى العضوية الفرنسية لحلف الناتو ودعم باريس المستمر لكييف. يتساءل مراقبون عن سبب إطلاق السفير الفرنسي السابق لتصريحاته في كل توتر بين البلدين وماذا يخدم بالضبط. العلاقات بين البلدين تبدو مهتزة بأكثر من ملف تحاول الاستتباب على سطح المصالح، غير أنها في كل مرة تجرفها عواصف، إما تصريحات أو أحداث لا يبدو معروفا إن كانت ستجرف مع هذه المرة الزيارة التبونية إلى باريس وهو المحتاج إليها في أكثر من ملف، ربما أهمها التزكية لولاية ثانية وفق ما يرجحه مراقبون.